وللحديث عن حملات التحشيد الطائفي والسياسي للأحزاب تحضيرا لانتخابات مجالس المحافظات القادمة ينضم إلينا من أربيل الباحث والمحلل السياسي الدكتور كاظم ياور. حياكم الله دكتور كاظم. حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور كاظم. بداية، كيف تقيم خطاب الأحزاب السياسية في العراق قبيل الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات؟ نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة، وأحييكم وأحيي سادة مشاهديكم الكرام. طبعا بالنسبة لتقييم خطاب الانتخابات في من قبل الأحزاب السياسية في جميع المحافظات العراقية، بطبيعة الحال تأتي في مستوى جدا متدني نوعية الخطاب إذا قارناها بمقاييس دستورية. الحالة الدستورية، الشعب العراقي عندما صوت للدستور العراقي وما يخص خاصة في مصطلحات الانتخابية من حيث الاعتماد على المواطنة وكذلك الديمقراطية الحقيقية والابتعاد عن الطائفية والفئوية والحزبية الضيقة والإثنية، كل هذه المفردات حتى ورد في الدستور العراقي بأنها هي مفردات منبوذة من قبل الشعب العراقي. ولكن مع الأسف الشديد منذ 20 سنة والأحزاب السياسية وكأنهم لم يطوروا أو لم يتبنوا منهجية المواطنة، المنهجية التي يريدها الدستور العراقي، يعودون في كل مرحلة إلى نفس يعني المصطلحات التي يرفضها الشعب العراقي كالطائفية. بما أنه لا توجد هناك مشجعات أو محفزات لدى الناخب العراقي من أجل أن يكون هناك مشاركة فاعلة في الانتخابات، فهم يذهبون إلى مصطلحات الطائفية وتخويف الناس وخاصة الناخبين من هذه المصطلحات، وكأن البلد ليس فيها يعني الحالة السائدة أو الحالة المقبولة المواطنة. فهذا الشيء أكيد سوف يؤدي إلى مزيد من التذمر لدى الشعب العراقي خاصة الناخبين، لأنهم يعني اشمأزوا من الطائفية. فاليوم يعود الخطاب مرة أخرى إلى الطائفية، فمعناه أنهم يعني يريدون من الناخب العراقي أن يبتعد عن الانتخابات بشكل أو آخر. طيب، خطورة وتأثير مثل هذه الخطابات خاصة على فئة الشباب من المجتمع العراقي؟ طبعا بالنسبة يعني الشباب لابد أن يكون لهم مستقبل واعد في البلاد، وأي طائفية في السابق ولدت يعني مزيد من الدمار، مزيد من القتل، مزيد من التهجير، مزيد من الشرخ في الحالة الوطنية ما بين أبناء الشعب الواحد. فإذا الشباب الحالي الذين يعني هم لم يعرفوا عن الطائفية، لم يعرفوا عن هذه المصطلحات المقيتة، فإذا أصبح أمامهم هكذا حالة من السياسة الطائفية، أكيد سوف يكون لديهم ردات فعل منها عدم المشاركة في الانتخابات، لأنهم يعني بنظرة أو بصورة طبيعية عندما ينظرون إلى حالة سياسية الطائفية أنتجت كل هذه المشاكل في البلاد، فأكيد سوف يكون قرارهم بعدم يعني المشاركة في هذه الحالة المشمئزة من قبل الشباب. يعني أيضا السؤال دكتور كاظم، السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تلجأ هذه الأحزاب لمثل هذه الخطابات؟ لماذا لا يكون هناك برامج انتخابية، خدمات تقدم بالفعل للعراقيين؟ يعني تعلم تماما أن يعني مجال الخدمات واسع في العراق، الخدمات التي يعني يجب تقديمها هو واسع، هناك كثير من الخدمات لا توجد فعليا في العراق، ومن هنا يعني من الممكن استغلال هذا الموضوع لتقديم هذه الخدمات بالفعل. يعني لو عدنا سريعا إلى انتخابات 2018 و2021،
لرأينا أن نفس هذه الأحزاب قد غيروا من مصطلحات الدينية أو الطائفية وذهبوا إلى مصطلحات المواطنة الديمقراطية والتيار الدولة حماية الدولة وإلى آخره. كل هذه المصطلحات هم جربوها ولكن كانت يعني مصطلحات بدون مضامين، فعندما تبين لهم أنهم هم غير قادرين على صنع المحتوى الذي يريدها الشعب العراقي، لأن ليس لديهم هكذا برامج المواطنة والمشاركة الواسعة وأن الكل سواسية في هذا البلد ولديهم حقوق متساوية، عندما يصلون إلى هكذا قناعة يرجعون مرة أخرى إلى الطائفية، لأن الطائفية صمام أمان لبقاء بعض الأحزاب السياسية في السلطة. لولا الطائفية ليست لديهم أي يعني خدمات، ليست لديهم برامج حقيقية ممكن يجذب الناخب العراقي إليهم بالتصويت لصالحهم، فإذا لا يبقى أمامهم إلا استخدام هذا السلاح الذي السلاح أقصد الطائفية الذي يعني يعتبر عازل ما بين أوساط شعبية شباب وغير الشباب الذين يؤمنون بالمواطنة يؤمنون بالمساواة أن يقتربوا من الانتخابات فيعزلوهم عن الانتخابات وعن المشاركة بهذه المصطلحات بهذه النتائج المقيتة. يعني هناك توقعات بمشاركة ضئيلة جدا بهذه الانتخابات، ولكن فيما لو كما ذكرت بعض الأحزاب فيما لو تم اعتماد هذه النتائج على ضآلتها، ما هو المتوقع؟ ما شكل هذه المجالس وإدارتها والخدمات التي تقدمها؟ ما شكل الديمقراطية يعني المزعومة بشكل عام؟ يعني نحن في 2021 أجريت انتخابات المبكرة، لماذا؟ لأن الشعر يعني الشارع العراقي لم يتحمل مزيد أو لم يبقى لديه مزيد من الصبر على العملية السياسية، يعني وصفوها بأنها لم تنتج إلا عدم المشاركة، لم تنتج إلا مزيد من الدمار وتدمير حتى البنى التحتية وانتشار الفساد وإلى آخره من مصطلحات، حتى أن المحاكم محكمة الاتحادية عندما يعني صح أنها لم تحكم ببطلان الانتخابات نتيجة وجود هنا وهناك تزوير، ولكن أوصت أن ووصفت أن العملية السياسية وصلت إلى الذروة في الفساد وإلى آخره. فإذا يعني هم عندما يتمسكون بهذه المصطلحات بهذه المنهجية الفساد وكذلك عدم تقديم الخدمات وعدم إعطاء الشعب العراقي حقه الدستوري في تلك الفترة في 2021 وما قبله 19، ربما خرجت ملايين من الشعب العراقي، ولكن إذا استمرت الحال وأصبح هناك نفس الأحزاب هي تبقى في السلطة وتمسك في السلطة وتأخذ يعني مقدرات الشعب العراقي ولا تعطي لهم، أكيد سوف في هذه الحالة سوف يكون هناك أمور غير متوقعة قبال عملية سياسية في العراق، قد نشهد يعني أمور لا يخطر ببالنا. في السابق خرجت الجماهير بمظاهرات سلمية، ولكن إذا تزايد الاحتقان ومشى العملية السياسية والأحزاب السياسية على نفس المنهجية ولم يلقوا بالا على الشارع العراقي ولا أحزاب المقاطعة للانتخابات والشباب وفئات مجتمع العراقي، أكيد سوف تظهر حالات يعني لربما تحمل يعني ربما أدوات غير الأدوات السلمية التي كانت في 2019 و2021. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي الدكتور كاظم ياور، شكرا جزيلا لك. حياكم الله.